النشرة الجوية تاتيكم بالاشتراك مع أمنيه. بنك الاتحاد شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك والأيام الأولى من, عد من عيد الفطر السعيد نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية لعموم مناطق المملكة خلال يوم السبت حيث تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية حارة درجة الحرارة تكون أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار في عموم المناطق ودافئ خلال ساعات الليل مع طقس مستقر بشكل عام يوم الأحد تشتد تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة درجة الحرارة تعرف المزيد من الارتفاع طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق بينما كما تسود أحوال جوية غير مستقرة في عموم مناطق المملكة كنتيجة لتدفق الكميات من الرطوبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية تعمل على نشوء هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة تهطل زخات العديد من الأمطار في مناطق عشوائية ومتفرقة من المملكة تكون فرصتها الأفضل في المنطقة الشرقية خلال ساعات الظهيرة والعصر يوم الاثنين بإذن الله تبقى هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة متواصلة بالتأثير في عموم مناطق المملكة تنتشر كميات كبيرة من الغيوم المتوسطة والعالية التي تعمل على هطول زخات متفرقه من الامطار الرعديه تشمل خاصه المنطقه الشرقيه الباديه الجنوبيه وحتى مدينه العقبه كما ان درجات الحراره تعرف بعض الانخفاض وتقل حده الاجواء الحاره بسبب ابتعاد الكتلة الهوائيه الحاره عن المملكه وبدايه تعرض المملكه لرياح غربيه قادمه من شرق البحر الابيض المتوسط تعمل على انكسار لهذه الاجواء الحاره لكن تبقى درجات الحراره اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام وطقس حار نسبيا في عموم المناطق يوم الاثنين يوم الثلاثاء تستمر هذه الاحوال الجويه الغير مستقره بالتاثير في عموم مناطق المملكه تستمر كميات من الغيوم العاليه والمتوسطه بالانتشار في مناطق المملكه تعطل على اثرها زخات رعدية من الامطار في عموم المناطق تشمل المنطقه الشماليه الوسطى الجنوبيه بما فيها مدينه العقبه الباديه الجنوبيه والمنطقه الشرقيه مع انخفاض اضافي على درجات الحراره لتكون أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام لكن ليلا تنخفض لتعود الليالي اللطيفة إلى الباردة إلى المائلة للبرودة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر فوق المناطق الجبلية العالية يوم الثلاثاء بإذن الله تميل الاجواء للاستقرار بشكل اضافي تقتصر حاله عدم استقرار الجوي في المنطقه الشرقيه حيث تكون الفرصه مهيئه لهطول زخات رعديه من الامطار خاصه خلال ساعات الظهيره والعصر بينما يسود طقس صافي في عموم هذه المناطق درجات الحراره تستمر اعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام طقس حار نسبيا في عموم المناطق حار في منطقه الاغوار البحر الميت والعقبه اما ليلا تنخفض لتسود ليالي لطيفه الى ما الى البروده خاصة خلال ساعات الليل المتاخر يوم الخميس بإذن الله تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتكون حول إلى أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام بالتزامن مع استقرار كامل في عموم مناطق المملكة أما ليلا تكون الأجواء لطيفة إلى ما إلى للبرودة العاصمة عمان تسجل 28 إلى 17 درجة مئوية بينما العقبة تسجل 38 إلى 26 درجة مئوية إربد 29 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 17 خمسة 35 إلى 21 درجة مئوية يوم الجمعة لا تغير على الحالة الجوية طقس مستقر بشكل عام درجات الحرارة تبقى حول إلى أعلى بقليل من معدلة مثل هذا الوقت من العام طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار بينما يكون لطيف إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية العالية والمناطق السهلية كان هذا كل ما لدينا لحد الآن عيد سعيد نتمنى للجميع وللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنيه. بنك الاتحاد شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.